نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حفلا تكريميا في الإدارة، قلدت من خلاله عددا من الكوادر الوظيفية بوسام إكسبو دبي 2020، وذلك نظير جهودهم على توفير أعلى معايير الخدمات العالمية طيلة فترة معرض إكسبو دبي 2020. وهنأ سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع الكوادر البشرية الحاصلة على تميزهم وقدرتهم على التعاون مع أحد أكبر المعارض العالمية وما صاحبه من توافد لملايين الزوار على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.